بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأولى من مساق تدقيق حسابات 2. طبعا كما تحدثنا في اللقاء التعريفي، إحنا حنستكمل إن شاء الله رب العالمين ما بدأه الإخوة الزملاء المدرسين في مساق تدقيق حسابات 1. سنكون اليوم إن شاء الله مع الفصل 11، طبعا هو يعتبر الفصل الأول في تدقيق الحسابات 2، وهذا الفصل يتحدث حول استخدام العينات في التدقيق، وبالتالي هذا الموضوع إن شاء الله موضوع جميل حيوي مهم جدا في عمل تدقيق الحسابات وعمل المدقق، لأنه إحنا نتحدث عن تدقيق حسابات لشركات كبيرة، شركات مساهمة على مدار عام مالي أو سنة مالية كاملة. فلا يتصور أنه والله يستطيع المدقق أن يدقق كل العمليات، كل الحسابات، كل الأرصدة، كل البنود، كل الحركات التي تمت على الحسابات، هذا أمر صعب، كل الفواتير. وبالتالي هناك ضرورة لاستخدام العينات، لكن استخدام العينات صراحة يحتاج إلى ضوابط محددات. هناك معيار دولي يحدد موضوع العينات، وأيضا هناك مخاطر من استخدام العينات، هذه المخاطر مخاطر متنوعة، وأيضا هناك طرق لاستخدام العينات حتى نحاول أن تكون العينة ممثلة. هدفنا أن تكون العينة ممثلة وصادقة، وأن تعطي نتائج تمثل واقع الحال أو تمثل واقع المجتمع اللي بيتم فحصه وإحنا بنتحدث عن تدقيق الحسابات. هنشوف إن شاء الله في هذه المحاضرة مجموعة من الموضوعات. أولاً حنأخذ مقدمة هيك سريعة، ثانياً حنتعرف على أشكال تدقيق المفردات ما بين العينات وغيره، استخدام العينات وأسباب استخدامها، الأمور التي يجب أو التي لا تدخل تحت مسمى معينة. أيضاً حنتعرف على سبب استخدام العينات والعينات الممثلة، يعني كيف بتكون العينة ممثلة، وما هي مخاطر العينات بنوعها. طبعا في البداية كما تحدث احنا بنتحدث عن تدريسنا لمساق تدقيق الحسابات 2، هو محكوم في المعايير الدولية لتدقيق الحسابات. موضوع العينات صراحة ضبطها المعيار الدولي رقم 530، واللي تحدث عن انه عملية اختيار المفردات اللي ينوي المدقق تدقيقها بتكون على 3 أشكال. معنى المعيار الدولي حدد أنه عشان أنا أدقق المفردات اللي أنا بدققها في الشركة محل التدقيق، ففي لها 3 أشكال. في اللي هو ممكن اختيار من ال3 أشكال، طبعا هذه أنه أختار نموذج واحد فقط منفرد، أو أعمل مزيج بينهما، يعني أختار من النوعين أو الشكلين، أو أترك الأمر يكون متروك لتقدير وخبرة المدقق، مدقق الحسابات والمساعدين والفريق معه. طبيعي طبعا المفردات. إيش هي الأشكال الثلاثة هذه اللي حددها المعيار الدولي رقم 530؟ طبعا الشباب وطلاب وطالباتي، هذه المعايير إحنا إن شاء الله حيكون لنا وقفات معها في طول الفصل الدراسي، حنتعرف عليها إن شاء الله بشكل موسع، لكن إحنا اليوم الآن بصدد المعيار 530 واللي بتحدث عن موضوع العينات. طبعا أشكال التقييم وفرز وفحص المفردات، في أول حالة هو تدقيق مفردات المجتمع بنسبة 100%، بمعنى أنا والله قاعد بدقق عمليات المشتريات، بدي كم فاتورة مشتريات بالشركة، والله عندي 10,000 فاتورة مشتريات، بدي أدقق 10,000 فاتورة، عندي والله عمليات قبض مثلا 20,000 عملية قبض بدي أدققها كلها. طبعا تدقيق مفردات المجتمع بشكل كامل صح، هذا غير مناسب لاختبارات الرقابة. إذا أنت بدك تشوف منظومة الرقابة، نظام القبض، نظام الصرف، نظام الرواتب، عشان تقدر تعتمد على نظام الرقابة الداخلية أو لا. وهو مناسب للاختبارات الجوهرية، وخاصة في حال وجود قيم عالية أو وجود مخاطر هامة. هذا وقتش أنا بضطر أستخدمه، لما والله مثلا أنا بدقق الأصول الثابتة، أنا بدقق مثلا بند المباني، مش مستاهل تمام، لأنه والله حجم الأصول الثابتة مش كبير في الشركة، أو والله بدي أدقق بند الأراضي، فبالتالي أنا بضطر أعمل اختبارات جوهرية، أو في بعض البنود ذات القيم العالية. 2، اختبار بعض البنود المحددة، وهذا مش اختبار شامل، أنا بنتقي انتقاء، وهذا طبعا بيرجع لخبرة المدقق
وخبرة طاقم التدقيق والمساعدين. هذا بتوقف على فهم المدقق للمنشأة، تقييمه للمخاطر، مدى وجود تحريفات مادية. تمام، بعد أنا بنتقي بعض البنود. طب إيش هي البنود هذه؟ بجي للبنود ذات القيم العالية. والله مبالغ كبيرة. تمام، أنا بطلع مبلغ المدينون في مبلغ، والله على شركة الهدى مثلا مبلغ وقدره 100,000 دولار، وهي شركة أول مرة تتعامل مع شركتنا. تمام، أو شركة محل التدقيق، فبالتالي هذه قيم عالية. بطلع على بعض مثلا بنود المخزون، قيمها عالية مميزة ملفتة للنظر أو لافتة للنظر، أو بنود عالية تتعرض لأخطاء. يعني في بنود، أنا من خبرتي كمدقق في هذه الشركة وتدقيق حسابات، إنه فيها أخطاء دائما. تمام، فبضطر إنه أركز عليها بشكل أكبر، أو إنه أنا بختار بنود اللي بتزيد عن حد معين. يعني أنا أقول والله العمليات المالية أو الفواتير المشتريات اللي بتزيد عن مثلا 3,000 دولار بدي أدققها. تمام، رواتب الموظفين اللي بتزيد عن 1,000 بدي أدققها، وهكذا. تمام، بنود يستخدمها المدقق للحصول على معلومات عن طبيعة الشركة. أحيانا أنت بتعمل بعض البنود بتختارها اختبارية، يعني بتقيس طبيعة عمل الشركة. مثلا شركة، مثلا الشركة اللي بدقق فيها شركة بنك، مثلا شركة بدقق فيها شركة لها علاقة بالتأمين، شركة خدمات. فبختار بعض البنود اللي بتساعدني في فهم طبيعة عمل الشركة. وفي طبعا بعض البنود من اجل اختبار الانشطه الرقميه ونظام الرقابه الداخلي. تمام، اشكال تدقيق المفردات زي ما حكينا. في النوع الثالث، يبقى انا قلت اما تدقيق شامل وهذا صعب، او اختار بعض المفردات وهذا بده خبره وبده ضوابط، او انه استخدم العينات اللي احنا بنتحدث عنها في هذه المحاضره. وقد بين المعيار اللي هو 530 تنسوهش، ان تدقيق العينات هو تطبيق اجراء تدقيقي ما على أقل من 100%. يعني أي إجراء تدقيقي لا يصل إنه أدقق كل المفردات، يعني ما أدقق 100% يعتبر عينات، أو بسموه نظام العينات أو المعاينة. يعني أقل من 100%، حتى لو كان 99 ما بتقدر تقول أنا والله دققت 100%. تمام، عشان أنت بتشير في إجراءاتك كمدقق إنه هل أنت دققت 100% ولا لا. ما بقدرش أقول أنا دققت تدقيق شامل بنسبة 99%، لا. يبقى اي تدقيق اقل من 100% هو تدقيق يسمى تدقيق بالعينه او تدقيق العينات. ايضا، او صنف معين من النشاطات، او صنف معين من النشاطات. انا بدي بختار نشاطات معينه، سواء من مفردات نشاط معين او صنف معين من النشاطات. ما ينفعش انا اجي اذا انا اخترت والله عمليات المبيعات واخذت دققت اقل من 100، يبقى ايضا عينات، سواء اجرى تطبيق اقل تدقيق إجراء للكل أو لنشاط معين، مبيعات أو مشتريات أو غيره، أو صنف من العمليات. يعني جيت أنت اخترت صنف معين من العمليات، مثلا العمليات على الحساب أو العمليات النقدية، أدققتها كلها تدقيق شامل، لكن دققت أقل من 100% هذا تدقيق بالعينة. أو أختار أصناف معينة من البضائع تحت بضاعة آخر مدة تدقيقها. تمام، يبقى بنركز على نقطة مهمة هان، إنه استخدام العينات هو انك تطبق اجراء تدقيقي على ما هو اقل من 100%، سواء كان لكل مفردات النشاط او لصنف معين من النشاط او لصنف من العمليات. تمام، الان ايش الامور التي لا تدخل تحت مسمى معينه؟ تمام، ده نفس الكلام بس بالعكس. يبقى الامور اللي لا تسمى معينه او التي لا تسمى تدقيق بالعينه هي تدقيق مجتمع معين بنسبة 100%، أنت دققت مجتمع 100%، هذا مش عينة. تدقيق نشاط معين بأكمله من أجل دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية، جبت نظام النشاطات مثلا المشتريات، صرف الرواتب ودققته بالكامل، هذا مش معينة. القيام بالاستفسارات من الإدارة والموظفين، هذا لا يسمى عينة. صرت أنا ألتقي مع الإدارة، مع الموظفين، مع المحاسبين وأسألهم، تمام، عشان أفهم طبيعة العمل أو اخذ منهم ردود، هذه لا يسمى عينه. ايضا استخدام الاجراءات التحليليه، وطبعا انتم يا شباب دارسين تدقيق حسابات واحد، ايش يعني الاجراءات التحليليه؟ يا ريت انه نرجع لها في تدقيق حسابات واحد ونتذكرها. الاجراءات التحليليه هي الخاصه باستخدام النسب، نسب الماليه ونسب التحليل المالي والمقارنات، وبالتالي هذه لا تسمى اجراءات معينه. أيضا
ما هو سبب استخدام العينة؟ طب أنت أساس ليش بنستخدم العينة؟ ليش نلجأ لاستخدام العينة؟ إحنا طب وضحنا قبل قليل إنه أنت ممكن تعمل تدقيق شامل 100% لكل مفردات المجتمع اللي عندك في التدقيق. إحنا لما نحكي كلمة مجتمع نقصد فيه الحسابات، نقصد فيه العمليات، نقصد فيه الأصناف، نقصد فيه مفردات القوائم المالية. ليش بنستخدم العينات برأيكم؟ تمام، احنا بنستخدم العينات لانه يتعذر علينا ان نعمل فحص شامل بسبب كبر المشروعات وتعدد عملياتها وتنوعها. انت بتحكي عن شركة مثلا زي شركة بنك فلسطين، كم مقر وكم فرع وكم عملية وكم قائمة وكم حساب وكم زبون او كم عميل، وبالتالي تعذر نعمل فحص شامل بسبب كبر المشروعات وتعدد عملياتها. وهذا طبعا بتطلب جهد وتكلفة ووقت، ارتفاع تكاليف القيام بالفحص الشامل، ايضا الوقت. تمام، انا عندي وقت بالاخر، انا محكوم كمدقق حسابات خارجي انه انا عندي والله سنة 2020 مطلوب ان ادقق حسابات هذه الشركة خلال هذا العام المالي او خلال هذه السنة المالية 2020، وبالتالي انا مطلوب مني انه خلال شهرين مثلا ان اقوم بتقديم تقرير الحسابات. بتلاقي انه احيانا الجمعية العمومية للمساهمين بتكون مثلا في شهر فبراير، فما بكون نهاية فبراير، فبكون معي بس شهرين. تمام، فهذا بتطلب انه انجز واستخدم العينة. يوجد خطر يسمى خطر المعاينة، هو ناتج عن احتمال خروج المدقق بنتيجة من العينة تختلف عن النتيجة التي سيحصل عليها فيما لو قام بتدقيق كامل مفردات المجتمع. يعني انت الان مين افضل، التدقيق الشامل او لكل مفردات المجتمع ولا العينة؟ اكيد التدقيق الشامل والفحص الشامل، لكن انت ليش بتضطر تروح للعينة؟ عشان الأسباب الثانية. هذا بيعطينا فيه خطر إنه العينة تكون غير ممثلة، يعني تعطينا فيه خطر إنه تعطينا نتائج مضللة. طب إيش الحل؟ إنه أنا أحسن من العينة، أحط شوية ضوابط لاختيارها عشان تكون عينة ممثلة. وبالتالي عند اختيار العينة عشان تكون عينة ممثلة يهدف المدقق إلى اختيار عينة ممثلة، وهذا الأمر صعب أن يعرفه المدقق حتى بعد الانتهاء من المعاينة. يعني انا اخترت عينه والله بدي اعمل التدقيق ولا حنشوف مثال. طيب هل انا بقدر اقول انه والله عينه تعطي 100%؟ لا، حتى بعد ان تنتهي من المعاينه. وبالتالي في عندي مخاطر حنشوفها بعد قليل. يستطيع المدقق زياده احتماليه ان تكون العينه ممثله عن طريق زياده الحذر عند تصميم واختيار واختبار العينه، شويه اجراءات اكثر، شويه حرص اكثر، شويه ضوابط اكثر لاختيار العينه عشان تكون عينة ممثلة، لكن هذا لا يلغي الخطر. أن تكون خصائص العينة تكون مطابقة تقريبا لخصائص المجتمع، بدي أنا أجتهد أنه تكون في العينة ممثلة للمجتمع وتطابق خصائصه. لو شفنا المثال هذا، تمام، مثلا أنا عندي فواتير المشتريات، بتعرف فواتير المشتريات يجب أن يكون هناك ختم يختم على الفاتورة بعبارة أنه مدفوع، يعني هذه الفاتورة دفعت. تمام، بنحكي عن فواتير على الحساب. فبالتالي كان مجتمع الفحص عندي 200 فاتورة مشتريات، أنا كل المجتمع عندي في الشركة خلال السنة 200 فاتورة مشتريات، كان لدينا معلومات بأن هذا المجتمع يحتوي 8 فواتير غير مختومة، يعني في 8 فواتير غير مختومة، يعني 4%. تمام، من المجتمع، واختار المدقق عينة مكونة من 50 مفردة، يعني إذا أنت بتحكي عن 200 اختار 50، هو اختار تقريبا كم؟ اختار الربع. تمام، لأنه 54 هاي 200، وبفرض وجد عدد فاتورتين في العينة غير مختومة، فحص العينة لقيت منهم تنتين يعني إيه غير مختومات. طيب 2 من 50 بيطلع 4%، وهو غد الخطر عنده 4%، يبقى العينة ممثلة تماما، لأنه نسبة الخطر أو الخلل في إجمال المجتمع 4%، ونسبة العينة اللي فحصها والخطأ اللي فيها كان 4%، هي ممثلة تماما. وإذا فرض أنه اكتشف فاتورة واحدة أو 3 فواتير، فهذا يعني أن العينة ممثلة تقريبا، لأنه أنت بتحكي على أنه عينة ممثلة تقريبا. أما إذا فرض أنه لم يكتشف انحرافات في العينة أو وجد 4 أو 5 فواتير غير مختومة، فهذا يعني أن العينة غير ممثلة، لأنه ما أعطت نفس نسبة الخطأ اللي وارد وموجود
في المجتمع. هذا يعني بعض المثال. الآن نشوف بالنسبة للمخاطر العينات، هذه صراحة نقطة مهمة عشان نفهم إحنا وين الخوف من موضوع العينات. مخاطر العينات يقصد فيها المخاطر التي تتعلق باحتمالية أن لا تكون العينة ممثلة بشكل مناسب للمجتمع بالرغم من أخذ جميع الإجراءات اللازمة. تمام، يعني أنا والله بدي أدقق المشتريات زي تو، طب قديش أخذ عينة؟ 50 مناسب ولا 60 ولا 70 ولا 200؟ أنا مش عارف. وبالتالي بدي أدقق مثلا موضوع الرواتب، أنا عندي والله في الشركة 1000 موظف، طب أدققهم كلهم ولا أخذ عينات ولا أخذ؟ فالأمر مش سهل. عشان هيك بدنا نضع شوية ضوابط حتى نقلل المخاطر، لكن هل بنلغيها؟ لا. إذا عندي هان المخاطر بترتبط، مخاطر العينات بشغلتين، في اختبارات للرقابة إنه تعمل فحص لاختبارات الرقابة عشان تقول أنا والله بدي أعتمد على نظام الرقابة الداخلية، وفي الاختبارات التفصيلية. الآن بالنسبة لمخاطر العينات في الاختبارات التفصيلية، في مخاطر الرفض الخاطئ، تمام، وفي مخاطر القبول الخاطئ، يعني زي ما بيقولوا إنه أنت يصير عندك تضليل، تضلل لك العينة، تضلل لك ترفض أو تضلل لك تقبل. تمام، نشوف بالتفصيل. إذا في عند المخاطر الخاصة بالاختبارات التفصيلية هي مخاطر الرفض الخاطئ. تمام، إيش الرفض الخاطئ؟ حيث يقوم المدقق برفض القوائم المالية بناء على نتيجة العينة مثلا، بالرغم من أن الواقع قد يكون بخلاف ذلك. أنا أجي أدقق قائمة الدخل تحت الشركة وأخذ عينة، لا مثلا بنود الإيرادات، بنود المشتريات وهكذا، أخذت عينة رحت إيش أنا؟ رفضت القائمة، كل قائمة الدخل مرفوضة فيها أخطاء. طب هل هذا صحيح؟ لا، طلع هذا مخالف للواقع، بمعنى لو أنا قمت بفحص شامل لقائمة الدخل لا برفضهاش. فبالتالي مين اللي جاب لي الضرر والخطر؟ هي العينة. أو احتمال خروج المدقق بنتيجة من العينة بأن رصيد حساب معين محرف ماديا، بينما واقع المجتمع قد لا يحتوي على تحريفات مادية. يعني أقول والله أنا حساب الصندوق عندي في خطأ، في تحريف مادي، تمام، أو حساب البنك، بناء على إيش أنا اعتمدت؟ على العينة. لكن الكلام طلع إنه لا، العينة خاطئة، العينة ضللتني، تمام، العينة فيها خلل، واقع الحال انه هذا الحساب فيش فيه انحرافات. تمام، وبالتالي ايش الحل؟ ان ازود حجم العينه، ازيد تكاليف التدقيق، وهذا طبعا بأثر على الكفاءه. اي نقطه لها علاقه بالتكاليف فيها تاثر على الكفاءه. النوع الثاني من المخاطر هو مخاطر القبول الخاطئ، يعني هذا برضه صعب، وهو خروج المدقق بنتيجه من العينه ان رصيد حساب معين لا يحتوي على تحريف مادي، وهذا الكلام مخالف للواقع. أجي أقول والله حساب المخزون بضاعة أخي المدة 100%، كيف أخذت والله عينات، أخذت عينة من الـ 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 الأصناف في المخازن، تمام، واعتمدت وتم قبول رصيد إيش؟ رصيد المخزون. لكن الواقع مخالف لك، بمعنى لو أنا قمت بفحص كل الأصناف بقول إنه بند المخزون هذا فيه تلاعب وبرفض الرصيد. أو قبول قوائم مالية بها أخطاء، تمام، او تحريفات غير مقبوله، لان نتيجه العينه تدعم قبول القوائم، العينه قالت القوائم مقبوله لكن الواقع بيقول غير هيك، هذا مخاطر. تمام، هذا ايش بيؤدي؟ بيؤدي الى فاعليه التدقيق، انه التدقيق اجراءاتك وعينتك على الفاضي، تمام، ما اعطتك النتيجه اللي انت بدك اياها. تمام، النوع الثاني من المخاطر هي المخاطر المرتبطه بالعينات في اختبارات الرقابة، مخاطر العينات في اختبارات الرقابة. هان أنا عندي نوعين من المخاطر أيضا، في مخاطر زيادة الاعتماد، يعني أنا زي ما بقوله زي ما أنت بالضبط تيجي مثلا تروح تاخذ مثلا سيارة، أنت بدك تشتري سيارة، تمام، وتخلي والله ميكانيكي يفحص لك إياها، فأنت خلص واثق فيه الراجل 100%، ففي خطر انه هو ايه تعتمد انت على كلامه بشكل كبير، وتعتمد اكثر انه كلامه معتمد وثقه، زي ما انت بالضبط ما مثلا عامل، خلينا نقول على سبيل المثال، معتمد انه عندك انت والله مثلا نظام فرامل قوي في السياره،
او اعتمدت عليه وخدت راحتك بالسواقه، لكن فيها صار خطر في انه انت مخاطر زياده الاعتماد زادت، اعتمدت على كلام مطلب. الان ايش يعني مخاطر زياده الاعتماد؟ انه مخاطر تقييم مخاطر الرقابه بشكل منخفض جدا، تمام؟ يعني تقييم مخاطر الرقابه بشكل مخالف لواقع الحال، حيث ان اجراءات الرقابه التي وضعها العميل في نظام الرقابه الداخليه غير كافيه للتوافق مع مخاطر الرقابه المخططه. يعني ايش مخاطر زياده الاعتماد؟ انه العينه اللي انت استخدمتها عشان تتحقق من قوه نظام الرقابه قالت لك انه توكل على الله واعتمد على نظام الرقابه الداخليه، هذا الكلام طلع غير مطابق للواقع، نظام الرقابه ضعيف. تمام؟ نظام الرقابه ضعيف. وبالتالي هن هو ايش؟ العينه ضحكت عليك زي ما بيقولوا، او وهمتك انه عندك نظام قوي، لكن هذا النظام لا، نظام رقابه ضعيف. ففي خطر انه هان انا بناء على العينه الخاطئه اللي عندي زودت اعتمادي على نظام الرقابه، بمعنى قللت من بعض الاجراءات اللي عندي، لكن نظام الرقابه طلع نظام تعبان. نظام الرقابه طلع نظام تعبان، يعني انا اعتمدت على كلام يعني الميكانيكي، طلع الميكانيكي ايش؟ غشني وضرني. النوع الثاني من المخاطر هي مخاطر قله الاعتماد. طبعا هذا الاول بقلل الفعاليه، تمام؟ لكن مخاطر قله الاعتماد، انا عملت العينه 100% طلعت العينه يقول لك لا نظام رقابه ضعيف عندك مش نافع، وهذا كلام مخالف للواقع، ايش انا بضطر اسوي؟ بدي ازيد التكاليف، يبقى باثر على الكفاءه، تمام؟ اذا مخاطر قله الاعتماد، تقييم مخاطر الرقابه بشكل مرتفع جدا، تمام؟ وهي المخاطر الناشئه عن تقييم مخاطر الرقابه بناء على العينه بمستوى لا يؤيد مخاطر الرقابه المخططه، بينما الواقع الامر لو علم ذلك المدقق قد يؤيد مخاطر الرقابة المخططة، أي أن نظام الرقابة فعال. يعني عم نظام الرقابة فعال قوي ممتاز لو أنت قيمته بشكل كامل قوي، لكن أنت أخذت عينة، العينة غشتك وقالت لك أنه لا تعتمد على نظام الرقابة، نظام الرقابة ضعيف في الشركة، تمام؟ يبقى الواقع الحالي الحقيقي في الشركة هذه لو أنت قمت بالفحص الشامل نظام الرقابة قوي، تمام؟ لكن لما قمت باستخدام العينة في اختبارات الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية، تمام، قالت لك العينة لا نظام الرقابة ضعيف، تمام، يعني مخاطر الرقابة الداخلية عالية مرتفعة، نظام الرقابة عندك ضعيف، ايش بتضطر تسوي؟ تزيد اجراءاتك وتزيد التكاليف. هذا طبعا بأثر على كفاءة التدقيق، لو انت صراحة هتتطلب تعمل مزيد من الاختبارات التفصيلية. فمخاطر العينات المرتبطة باختبارات الرقابة، إما تقول لك والله النظام ممتاز ممتاز وقوي وتوكل على الله وهو مخالف لهذا الكلام، أو يقول لك إنه والله لا النظام ضعيف ودير بالك وابذل جهد أكبر في الاختبارات التفصيلية، وهذا حيكون أيضا مكلف عليك كمدقق حسابات ويستنزف أيضا الوقت والجهد والتكاليف اللي يبذلها طاقم التدقيق ومدقق الحسابات. إحنا في هذه المحاضرة الأولى مش حنطول عليكم، المحاضرة هيك انتهت، إن شاء الله حيكون موعدنا في المحاضرة القادمة مع طرق المعاينة. إحنا الكلام شوية في مخاطر، في تخوفات، العينات لازم نستخدمها، مضطرين نستخدمها كمدققين حسابات، لكن في مخاطر، كيف نتجنب المخاطر؟ حنشوف في المحاضرة القادمة إن شاء الله طرق المعاينة وأنواع المعاينات وكيف نختار العينة المناسبة والممثلة لمجتمع الفحص والتدقيق. بشكركم على الحضور والمتابعة والاستماع ويتدون ملاحظاتكم واستفساراتكم، تمام، عن هذه المحاضرة وضعها في تعليقات على كلاس روم أو على قناة على اليوتيوب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.